لما بلشت بكالوريا انا ما درست لا عاشر ولا حادي عشر، فورا دخلت على البكالوريا. طبعا لقيت كثير صعوبات بما انه المنهاج يعني كان لازم انه الواحد يدرس عاشر وحادي عشر لحتى يتمكن بالبكالوريا، فانا رحت دغري على البكالوريا. بس الاساتذه الله يعطيهم الف عافيه كانوا يعطونا تقويه بدل قبل المنهاج، فيعني ما يعني مشيت الحال. وكنا ناخذ دورات بالمنازل، ما كان لا في معهد ولا في يعني ما كان في شيء. تزكي متجوب كده شاطر بو خاطي خو برا خوش بو مزور بو كيشاك جدار كابي اني برا شاطر بو من شو هذا مكتبه عين شكي وابس فتحت ترسيا بس بيرا فيرا هات بطل مكتبه حاز ذكر وج صفيه كده اوائل صفيه كي علامات خط تامه مش كي تامه بو او الحمد لله بكالوري صفي نهون چور ما هون خوند چور ما تاني خوند معنا دورات نابو مزور بو كيشاك جدار كابي مگو كي بكالوري خو بيدي ان شاء الله تتبوني قوم ما تدخلون تبدا الكهرباء. الحمد لله وتشوف عسي خاكر ام جي فيرا تشون وقعد جي على نتائج دار كاتن وكيف ما برخوش نتائج خاجي نولي كنت خاص دار كات.